النائبة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس شيوخ وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس وعضو الاتحاد البرلماني الدولي. بالنسبة للقضية الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية الموجهة للشعب الفلسطيني الآن، احنا عارفين ان مصر تاريخيا دائما ثابتة وداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، ودائما مصر في قلب الوطن العربي وبتضع القضية الفلسطينية أمام عينيها دائما، وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه القضية كانت لها المركز والصدارة في تحركاته وفي اهتماماته وفي اهتمامات الخارجية وفي اهتمامات مصر، ودعت مصر دائما عبر السنوات، مش مجرد بس للي بيحصل دلوقتي، عبر السنوات لوقف عملية الممارسات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني وحقن الدماء، ودايما تقدم المساعدات، وده اللي حاصل في هذه الأزمة، المساعدات الدبلوماسية والمساعدات الإغاثة وفتح معبر رفح واستقبال المصابين في مستشفيات مصر، وتحدث الخارجية ومصر بصورة داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية. ولكن هذه الممارسات أنا أعتبرها نوع من البلطجة السياسية والعسكرية على الشعب الفلسطيني، ونحن دائما ندعو إلى دولة فلسطينية على أساس عادل وشامل، ده حق الشعب الفلسطيني. أما هذه الممارسات فهي ممارسات سيئة في تاريخ هؤلاء وفي تاريخ الشعوب، وأرفض هذه الممارسات شكلا وموضوعا، ونحن نساند الشعب الفلسطيني في كل الاتجاهات.